تمام. هذا عم تصاوب كان في هنا قاعد فيها. وانتوا كلكم من جيتوا اه؟ انتوا كنتوا بالغرفه البعيده؟ اه. كيف طلعتوا من البيت؟ كنا على الضوء الضوء ما شفت شيء، فاخذت الشيء الصغير يعني انت جوا البيت؟ حاولنا خلينا نحاول يلا كمان مرة نعيد من أول جديد. واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة بعد. يلا يلا نعيد من هنا كمان مرة. واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة ثلاثة. يلا نسكت ببعض. والله انت ومين طلعت؟ انا واختي جراي. جراي؟ مين كمان طلع معاكم؟ سبناهم ورحنا على اختي جراي. سبتهم لحالكم؟ انت وين كنت؟ ايه؟ انت كمو؟ الله يرحمه. يجعل مثواه الجنة. يجعل قبر مريض الجنة. يلا مين حابب يحكي له كمان؟ يجعل قبر مريض الجنة. يا رب امين يا رب. مين كمان يحكي لنا شو صار معاه لما يطلع من البيت؟ بنت عمي. انت؟ لا بنت عمي. انت شو صار؟ انا واحد. طب واحد واحد اسمع. طب خلينا نسمع. وهذا 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 ابو استشهد. يلا احكي لنا. بابا استشهد؟ الله. هاي هي مش مبادرة، هي نشاط من ضمن الأنشطة التي تنفذها مستشفى الشهداء الأقصى من ضمن وحدة الصحة النفسية لمتابعة كثير من الأطفال والنساء والرجال الموجودين هون بالمستشفى، ليس فقط الجرحى وذوي الشهداء، هناك كثير من الناس اللي لجأوا للمستشفى بسبب تدمير بيوتهم بسبب القصف الموجود على قطاع غزة. كثير من الأطفال لديهم أعراض كثير صعبة، أعراض تتمثل في أعراض جسدية كأوجاع في البطن، التبول اللا إرادي، الصداع، الألم بالرجلين، توتر، تزايد في دقات القلب، وكل هاي أعراض ناتجة عن الخوف والرعب اللي سببه قصف والاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. ايضا هناك الكثير من الاطفال اللي فقدوا ابهاتهم وفقدوا امهاتهم وفقدوا اخواتهم. الكثير من الاطفال المتواجدين تم اخراجهم من تحت الركام بعد ايام وفي في نفس اليوم. فهي الحدث الجلل والحدث الصعب الموجود في قصة يترك ايضا بجانب الجروح والشهداء يترك ندبات نفسيه موجوده في نفوس جميع فئات المجتمع وخصوصا الاطفال، لانه الاطفال هم الفئه الاكثر هشاشه في المجتمع. نحاول من خلال هذه الانشطه ان نساعد الاطفال على انهم يتخلصوا من هاي الاعراض
التوتر الموجود بأجسامهم، المشاكل النفسية اللي بيعانوا منها، لأنه الحرب هاي حرب حتى الآن مر عليها أكثر من أسبوعين ولا نعلم متى تتوقف. فعلى الأقل نستطيع من خلال الأنشطة أن نعزز صمودهم، نعزز استمرارهم، نعزز قدرتهم على الإكمال في هذه الحياة إلى أن تنصرف هذه الحرب وتتوقف. وهذا أمر يعني مش كتير وقعه سهل على الأطفال. هاي أنشطة تفريغ نفسي للأطفال، بنحاول نقدم بعض الإسعافات النفسية الأولية اللي بتساعدهم على أنهم يكونوا أكثر صمود وأكثر قوة على في مواجهة الحدث الصادم اللي بيتعرض له خلال هذه الفترة.